أنا فتاة في 17 من عمري، كنت أصلي وأصوم، ولكن علي بعض من المعاصي ولله الحمد تبت منها جميعا، لكن علي من الصيام كثير وأنا لم أتذكرها جميعا فهل أصوم الذي أتذكره؟ وجهوني جزاكم الله خير. هي ذكرت أنها تصلي في ذاك الوقت؟ هكذا تقول، تقول كنت أصلي وأصوم ولكن علي بعض المعاصي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من على هذه السائلة بالتوبة من الذنوب، ونسأله لنا ولها الثبات على الدين. وأما ما تركته من الصيام في فترة مضت فإنها يجب عليها أن تقضيها ولو طال العهد، لأنه دين في ذمتها يجب عليها أن تقضيه مع إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. فإن كانت تتذكر العدد فإنها تصوم عدد الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير، وإن كانت لا تذكر العدد فإنها تجتهد في تقديره. طيب. وتصوم ما توصلت إليه. طيب. وتطعم مسكينا عن كل يوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.